معلش معلش. برايزنج ستار اليوم رح نتعرف على أميرات الطرب، ثلاث صبايا فعلا أميرات، إن كان بحضورهم وإن كان بالأصوات الرائعة يلي عندهم إياها، رح نتعرف عليهم أكثر. وأكثر من هيك رح نكون بلجنة تكريم رواد الشرق برعاية جامعة الدول العربية، رح تقيم مهرجان مرور 40 عام على رحيل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بقصر اليونسكو ب 30 آذار كمان، رح نكون عم نشوفهم بهالحفل. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك. ميراي شعيا، كاترين غالي ودالين جبور رح تكونوا مجتمعين كأميرات للطرب مع العود يلي هو ربعكم. ودالين فعلا كنا عم نسمعك قبل شوي، هلا رح يسمعوك المشاهدين عم تعزفي على العود، قد ايه العود مهم بالنسبه لكم يعني كمؤدين للاغنيه الشرقيه وقد ايه ضروري. خبرينا شوي ميراي، كيف بلشتي بهالفن؟ أنا بدايتي كانت بالدراسة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى، تخصصت بالغناء الشرقي وتخصصت بالتربية الموسيقية بالجامعة اللبنانية. بلشت بدايتي الفنية مع أستاذي بالجامعة، سمع صوتي، وأنا كنت بالأول ما كنت غني شرقي كتير، فهو حب أنه شاف شي بصوتي وقال لي ليه ما بتغني شرقي، وبلش يعطيني أشياء أحفظها وبلشت حب، حسيت أنه صار هيك عندي ميل لهالنوع من الموسيقى، وبلشت غني معه بحفلات وسافرنا لبرا كمان قدمنا حفلات. وهلأ رح نشوفك قريبا لكينا مع أميرات الطرب، بلشنا نشوفكم على كل حال. كاترين كيف بلشتي؟ نعم، أنا بلشت من عمر 9 سنين بالكنيسة كورال، يعني البابا خلاني أكون مسؤولة من أنا وصغيرة، أنا وإخواتي، وبس صار عندي مجال أني أطلع من جو الدرس، يعني بس خلصت دراستي بالترمينال قال لي معك هلأ مجال تروحي كونسيرفاتوار وعملي اللي بدك إياه قبل ما كان يخليني. سجلت بالكونسيرفاتوار وأخذت، وصلت يعني لآخر شهاداتي، أخذت الدبلوم بالغنى الشرقي كمان، معلمتي شجعتني. ودالين هلا انا ورتنت على الموهبه ابا عن جد يعني، بس لما كمان تخرجت واخذت شهاده الترمينال قلت له للبابا انه بما انه الله عطينا هذه الموهبه، بي وجدي ما احترفوها، انا كثير على بالي احترفها، فرحت دغري على الجامعه وتسجلت، وميراي كانت صديقتي بالجامعه اللبنانيه، عملت تربيه موسيقيه، وهونيك اسيتستي كلهم صاروا يقولوا لي انه ليه ما عم تعملي شان، يعني انا كنت عم بعمل موسيقى بس ما كنت عم بعمل غنى، عندك صوت كثير حلو وهيك، لا لازم تتخصصي بهيدا المجال. وطلعت على الجامعه الانطونيه وعملت كمان دبلوم بالغنى الشرقي. حلو انه الثلاثه عارفين من الاول شو توجهاتهم، يعني اوقات الواحد بيكون عم يضيع كثير وقت، مش مضيعين وقت ابدا. خلينا نسمع اغنيه. اوكي، رح نغني اغنيه للست ام كلثوم ورح نتشارك فيها ثلاثتنا. ينزل محل
معلم ايه كرة ايه كرة ايه كرة بينك في الله وبيني ليه تلو عيني فعلا الله على الاصوات الحلوه. اميره ميراي قلتي لي انه بالاول ما كنت تغني شرقي وبعدين لفتوا نظرك الاساتذه، يعني قد ايه الشباب اللبناني كان بفتره كثير بعيد كثير عن الشرقي، واليوم بفضل اصوات مثل اصواتكم او اشخاص مثلكم عم يرجعوا يكتشفوا هالفن الراقي جدا. مظبوط، يعني نحن اللي جمعنا هو هالحب لحضارتنا لموسيقتنا لفننا لثقافتنا، وهالشي جمعنا نحن الثلاثة، وجمعنا كمان باستاذ أنطوان عطوي يلي هو رئيس لجنة تكريم رواد الشرق، فجمعنا نفس الهدف ونفس هيك الجوهر، ونحن كمان لأنه كل واحد منا اختبر قيمة الموسيقى الشرقية يلي هي بتدل على هويتنا الشرقية، وهذا ما بيعني أنه نحن منا مع الغرب، يعني مع الموسيقى الغربية بالعكس، بس نحن كمان مع أنه نكون عندنا الثقافة الشرقية كمان، يعني بالأخص يعني جزء من تراثنا يعني بالدرجة الأولى. بس طبعا وإذا بدك هيدي كمان نقطة كتير كانت مهمة، أنه إذا بتجي بتلاحظي وسمعتوا أصواتنا نحن ثلاثتنا منكمل بعضنا، كتير صعب المؤدي يقدر يجمع أو يقدر يرضي كل الأذواق، بس نحن من خلال أصواتنا، يعني ميراي عندها خامتها المميزة، كاترين مع بعضنا بحس أنه قدرين نرضي كل الأذواق، يعني هيدي كانت كمان نقطة كتير إيجابية. أميرة كاترين قدي بدها تمرين مثل ما عم تقول الأميرة دالين؟ بتاخذ كثير من وقت، بعثوا لكم اميره بالصار وبالمشاع هيك بده يصيروا اكيد اميرات اكيد. نعم لا بتاخذ كثير وقت، وخاصه نحن انه بنشتغل بالمدارس وهيك بنعلم، يعني كثير ما نضحي من وقتنا حتى نتمرن ونحفظ ومنا هينه بالاصل، يعني الشغل على الصوت بده تمرين وتمرين تمرين دائما، خاصه بهيدا النمط اللي كثير تقليدي تراثي اشياء كثير صعبه، فضروري انه يكون في تمارين ويكون في اهتمام بالصوت وهيك لحتى نقدر نقدم احسن شيء ممكن. اذا رح نبقى نشوفكم كتريو اميرات طرب، ثلاث اميرات رح تكونوا على المسرح عم تكملوا بعضكم وتقدموا الاغاني الشرقيه من مختلف اكيد يعني لمختلف الفنانين ومختلف الانماط طبعا. انا بس بدي اقول للتواصل مع اميرات الطرب 03-369-401 للاشخاص اللي اكيد مهتمين بالاغنيه الشرقيه وباصوات مميزه وحلوة هالقد. رح بعتقد نختم مع أغنية بما أنه الأغاني طوال، خلينا نختم مع أغنية كمان. في نحن انطلقنا من شي شهرين، من حوالي شهرين، فكنا عاملين الإطلاقة بجامعة الـ LIU
إذا ممكن ينعرض شيء بركي منا نكون كتير فينا؟ جاهز الفيديو؟ أوكي خلينا نشوف التقطتك ده التقطتك ده ليه؟